هذه الشيلة إهداء من أم طارق لأخوها أبو زياد بمناسبة البيت الجديد. يا أخوي وتاج راسي ويا أغلى عضيد أبو زياد يا نبض غل أختك أم طارق لكذب أغلى تباريك بالبيت الجديد ألف مبروك وعسى كل أيامك سعاد ألف مبروك وعسى كل أيامك سعاد يا أخوي تاج راسي ويا أغلى عضيد أبو زياد الغالي يا نبض غل أختك أم طارق لكذب يا راعي الرايا سيدي بالكرم والطيب والجود ما مفرق احد يا سندنا ساعة الشدة والوقت الشديد راعي الوقفة درعا الخوي ونعم السنة يا ولد شيخ سنوفي وطيبه ما يبي مصلح ابوي اللي مكانه على القمة صعد من مقادم عزوة ساسها ساس جوي عزوة لمصلح للمرجل شيوخ البلد أبهديها من إحساسي وقلبي بعاد من أم طارق أختك جزيلة القصيد لك أبهديها من إحساسي وقلبي بعاد لك أبهديها من إحساسي وقلبي بعاد يا أخوي تاج راسي ويا أغلى عضيد أبو زياد الغالي يا نبض غل أختك أم طارق لكاسف يا راعي الرايا سيدي بالكرم والطيب والجود ما مفرق احد يا سندنا ساعة الشدة والوقت الشديد راعي الوقفة درعا الخوي ونعم السنة يا ولد شيخ سنافي وطيبه ما يبي مصلح ابوي اللي مكانه على القمة صعد من مقادم عزوة ساسها ساس الجوي عزوته لمصلحها للمرجلة